امرأة أردنية تتزوج 4 رجال في آن واحد، لماذا قد تفعل المرأة شيئاً كهذا؟ من الطبيعي والشرعي أن تتزوج المرأة من رجل واحد، ولكن أن تتزوج امرأة زواجاً شرعياً من 4 رجال؟ هذا ما لا يصدقه عقل. ولكن هذا ما حدث بالفعل مع امرأة في الأردن، فقد تزوجت ب4 رجال في وقت واحد. فما هي حكايتها؟ وكيف فعلت ذلك؟ سأحكي لكم قصتها هنا في ملخص القصة. في واقعة غريبة من نوعها، خصوصاً في مجتمع محافظ كالمجتمع الأردني، اضطر قاض في إحدى محاكم مدينة الرمثة شمال الأردن إلى الاستعانة بالطب الشرعي في جامعة العلوم والتكنولوجيا، وذلك لإجراء فحص الحمض النووي DNA على جنين امرأة تزوجت من 4 رجال في فترة واحدة وجمعت بينهم. وقعت الواقعة عندما تم الإبلاغ عن امرأة من جنسية عربية تسكن مدينة الرمثة، وأنها تزوجت ب4 رجال في آن واحد من دون معرفتهم بالموضوع، إلى أن اكتشف الأمر عن طريق صدفة. كانت المشكلة عندما اكتشفت المرأة أنها حامل، أنها لم تعرف من أي أب فيهم هذا الابن. عندما اكتشف أزواجها الأمر قاموا بالإبلاغ عنها ولجأوا إلى القضاء، مؤكدين أنهم لم يكونوا على علم بالأمر ولم يكتشفوه في حينها، فقد كان كل منهم يعيش في منطقة بعيدة عن الأخرى. كانت المرأة توهمهم بأنها تضطر إلى السفر بسبب طبيعة عملها، واستطاعت أن ترتب ذلك الأمر جيدا، إلى أن اكتشف أحدهم الأمر واكتشفوا أيضا حملها. أكد مصدر في القضاء أنهم أمروا بإرسال عينة من الجنين إلى المختبر ليتم تحليلها ومعرفة الأب الحقيقي، إذ أكد أزواج المرأة أنهم لا يعلمون بأنها متزوجة بأكثر من شخص واحد. وتواجه المرأة أحكاماً جزائية لمخالفتها القانون والشريعة الإسلامية. وقالت في التحقيقات أنها أحبت الأربعة ولم تستطع أن تختار بينهم. ولكن ما الذي يمكن أن يدفع امرأة للجمع بين أكثر من رجل واحد، خصوصاً أن هذا يتنافى مع طبيعة المرأة بشكل عام ومع الأعراف والتقاليد الشرعية والديانات الثلاث؟ تشير دراسات إلى أن 85% من المجتمعات الإنسانية على مستوى العالم تبيح إقامة علاقات متعددة بشكل أو بآخر، وقد ذكر تعدد الزيجات في التوراة مرات عديدة. وتشير الدراسة أيضاً إلى أن تعدد الزيجات أو إقامة علاقات متعددة كان أكثر شيوعاً في الماضي مما هو عليه الآن. أما أطباء النفس فيرون أن الأشخاص الذين يلجؤون إلى هذا النوع من العلاقات المتعددة حسب بعض التجارب بسؤالهم عن دوافع ذلك، قالوا إن العلاقات في البداية تكون مفعمة بالمتعة والحماس، ولكن سرعان ما تتسلل الرتابة إلى الحياة العاطفية، ومن الصعب أن تحافظ على المشاعر المتجددة دوماً لفترة طويلة، ومن ثم تنطفئ جذوة العشق. فبدلاً من حل مشكلاتهم مع أزواجهم، تلجأ بعض النساء إلى تعدد العلاقات مع أكثر من رجل، والعكس صحيح. تحرم الأديان بشكل قاطع هذا النوع من العلاقات بالنسبة للمرأة، فالمرأة لا تتزوج إلا رجل واحد، وهذا أمر مخالف في معظم القوانين والتشريعات، بجانب أن ذلك يعرض المرأة بالتأكيد للمساءلة القانونية ومشاكل النسب في حالة وجود حمل. أما أنتم، فهل سبق لكم وأن سمعتم عن امرأة تزوجت من أكثر من رجل واحد؟ فقد شاركونا بتعليقكم.